الإعصار كوينو يجتاح تايوان ويصيب 190 شخصاً، قتلى ومفقودون في فيضان بحيرة جليدية في الهند. اليابان تحذر من تسونامي بعد الزلزال. أبرز أخبار الطقس اليوم، فأهلاً بكم. برياح قياسية اجتاح إعصار كوينو تايوان، محملاً بأمطار غزيرة وسيول مخلفاً دماراً واسعاً. الإعصار وصل اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة، ما أدى إلى إصابة 190 شخصاً بدون وقوع وفيات وإلحاق بعض الأضرار بمبانٍ. كما أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الملايين في العديد من المدن على التغيب عن العمل والدراسة. ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم، ولا يزال أكثر من 100 في عدد المفقودين في شمال شرق الهند، وذلك بعد أن تسببت هطول أمطار غزيرة اليوم في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية، ما أدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي، حيث تقلصت مساحة بحيرة لوناك بنحو الثلثين بين عشية وضحاها، وهي مساحة تعادل نحو 150 ملعباً لكرة القدم. في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم صباحاً، أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد أي تسونامي، وذلك بارتفاع متر واحد للجزيرة الواقعة قبل شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كيلومتر إلى الجنوب من طوكيو.